قضية الطفل اللي يقتحم مطار النجف. نعم. أنا يقولون بها تحقيقات، شنو طفل اقتحم مطار النجف؟ معقولة وصلت الأمور إلى هذا المستوى؟ أكو التحقيق بعده، بس ما أقدر يقتحمه. أكو فد من هيئة للأجواء ودخله ووصله للمكان. الأسباب بعد هي هو بحجة دخله للتسول، بس بعد ما وصلنا للأسباب الحقيقية، لأن التحقيق البارح كشف اللي وصله. يقولون المصدر هم الله مطيع كبير، يعني هم يسمونه من الولد هم رفيع المستوى. هي هاي طرقعه من رفيع المستوى. احنا حقيقة صدق رفيع؟ لا لا، وانا راح اعطيك اياها ان شاء الله من هاي نعلنها للشعب. احنا وصلنا الشخص اللي موصله، قدر ان يوصله بحكم عمله او وضعه. يعني هيك شويه من اتى حتى لا اظل بنفسي، شنو الغايه؟ والله الغايه بعد ما توضحت اكثر فاكثر، بس اللي وصله وصلنا له. والبارحه هسه رساله بالموبايل قلت لهم اجراء التحقيق المعمق مع من اوصله. اليوم يطلن النتائج. ولا تخاف اعطيك اياها. لا ان شاء الله يطلع. انا اعرفك ان شاء الله انت جريء. عمليه الربط بين المخدرات وبين قضيه العنف الاسري، العنف الاسري بالعراق صار غير قابل للتصديق. انا ما سامع قبل وحده امها وابوها نايمين تقتلهم. انا ما سامع قبل يروح يصلي صلاة العيد يقتل مرته وجهالهم ثلاثتهم. انا ما سامع قضية واحد يقص راس مرته. انا ما سامع وحدة رجلها يتزوج تقص راسه. الان انتم عندكم مراكز ابحاث لقراءة ودراسة او اعطاء مؤشرات انه هذه الجرائم، هذه الثقافة من وين تأتي؟ ما معقولة كلها تكبسل، ما معقولة كلها تشرب، ما معقولة كلها تاخذ حشيشة. شنو المعطيات العلمية التي تفسر هذه الظاهرة ومن ثم الولوج إلى الحل؟ معالي الوزير مخيف الموضوع. خلينا نرجع للتاريخ للخلف. أي العنف الأسري كان ما حد يعرف العنف الأسري بهالثقافة الموجودة. أكو حالات تعنيف كانت موجودة، كان الرجل يلزم زوجته يسقطها. أي حقيقة. أي خلينا نكون صريحين، هسه قامت هي السقطة. قال لا هسه إذن، بس ما تعلن. الآن من تجي ازدادت، لماذا؟ أولا أكو وسائل قامت تبرزها، وسائل إعلامية. أكو عند الشرطة المجتمعية فتحت أبوابها. العنف الأسري، تمكين المرأة، كل هاي المفاصل بدأت تنفتح، بدأت أكو حالات. أكو من ساعد تمكين المرأة على رجلها، أكو من ساعد أن تكون هالحالة، متبادلة الأدوار هي حقيقة تصير.